السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، طلاب الصفين الأول والثالث الثانوي، أهلا بكم في حلقة جديدة مع الأستاذ ياسر النادي، مدرس خبير لغة عربية بمدرسة يوسف السباعي الثانوية بنين بالعجوزة. طبعا انتوا عارفيني، بس انا قلت ايه لو حد جديد كده داخل نبدأ نعرفه النبذة الصغيرة ديت عننا، مشهور بالعميد يعني. طيب النهارده ان شاء الله هناخد المشتق الثالث. كنا تناولنا في الحلقتين الماضيين المشتقات، وقلنا المشتق الاول وهو اسم الفاعل وتناولناه بالتفصيل، وتناولنا المشتق الثاني وهو صيغ المبالغة. في هذه الحلقة سنتناول المشتق الثالث ألا وهو اسم المفعول. يبقى احنا كده النهاردة ده المشتق اللي عندي، طالب الصف الأول عنده ثلاث مشتقات: اسم الفاعل، اسم المفعول، صيغ المبالغة. احنا هناخد دلوقتي اسم المفعول، وعايزك تركز لي كده وتخلي ذهنك صافي. تمام، احنا قلنا اسم المفعول ان هو يا ولاد نوعين اتنين. اسم مفعول من فعل، من فعل ايه؟ واحد يقول لي نسيت. نسيت ايه؟ احنا لسه شرحناه. لا بس شرحنا اسم الفاعل. مين يفكرني بيقول لي اسم الفاعل كان نوعين اتنين؟ النوعين بتوع اسم الفاعل عشان نربط بقى بينهم، هم نفس النوعين بتوع اسم المفعول. اسم الفاعل من فعل ثلاثي، برافو عليك، وانت من فعل غير ثلاثي، هم دول. وان شاء الله لما تاخد درس تاني وتالت المشتق برضو اسم الزمان والمكان من فعل ثلاثي ومن فعل غير ثلاثي وهكذا. طب خلينا في اسم المفعول. اسم المفعول احنا قلنا النوع الاول من فعل ثلاثي. طيب النوع الثاني من فعل، من فعل ها غير ثلاثي. طيب تمام، اللي من فعل ثلاثي اي حاجة يقول لك فعل ثلاثي خليك كده ذكي ولماح. انا قلت لك فعل ثلاثي، او في ورقة الاسئلة لقيت كلمة فعل ثلاثي، تروح كاتب تحتها على وزن. ايه ده؟ يعني كلمة فعل ثلاثي دي بتساوي على وزن. طب على وزن ايه؟ الاجابة قصادك. قصادي؟ اه والله العظيم قصادك. كل المطلوب من حضرتك تعرف لي فعل ثلاثي تقول لي على وزن، بس كده، بس مش اكتر. طيب على وزن ايه بقى؟ هو عايز اسم ايه؟ اسم مفعول. يبقى تقول لي على وزن مفعول. على وزن ايه؟ مفعول. هبدأ افكرك تاني، اللي يلاقي دلع وما يتدلعش يبقى ولد مش كويس. تمام، اتميس يا ابني في الكلمة. يلا، محمود، محمود على وزن مفعول، برافو. طالما محمود على وزن مفعول يبقى ده اسم ايه؟ اسم مفعول. اه هي دي، سهل جدا اهو. طب نوعه ايه؟ استنى كده، انت قلت لي على وزن ايه؟ مفعول، يبقى نوعه من فعل ثلاثي. بس في حاجة ركز بقى معايا التكة دي، ان اسم المفعول يعمل، يعمل عمل الفعل المبني للمعلوم ولا للمجهول. ها نختار كده هوت. يلا، لا يا حبيبي، اسم المفعول يعمل عمل الفعل المبني للمجهول. الله، امال اللي بيعمل عمل الفعل المبني للمعلوم مين؟ ده اسم الفاعل وصيغه المبالغه. يعني اي اسم مفعول وانت مغمض كده لو قال لك هات فعله تجيب الفعل مبني للمجهول. طب محمود فعله ايه؟ اه لو واحد جه قال لي حمد هقول له غلط. غلط، امال انت عايز ايه؟ حمي ده ابني للمجهول، يبقى حو حو، بص لبقك، ضم بقك، حمي ده، واكسر ما قبله اخره اذا كان ماضي او افتحه اذا كان مضارع. بلاش، ما تشغلش بالك، ابن الفعل للمجهول حمد تبقى حمد. طيب تعال نشوف ان هو مشروع، مشروع على وزن ها مفعول، يبقى ده اسم مفعول. طب مكتوب على وزن ها مفعول، يبقى اسم مفعول. طيب لما اقول لك ايه يا سيدي ان هو منصور على وزن ها مفعول، يبقى ده اسم مفعول ونوعه هتقول لي من فعل ثلاثي. يبقى انا اوزن الكلمه والاقي على وزن مفعول تقول لي ده اسم مفعول، ولازم يكون اولها ميم، لازم يكون اولها ميم. تمام، طيب ناخد واحده تانية. يلا اهو،
مشروع. اهو يا سيدي ده على وزن مفعول، فعله ايه بقى؟ اللي هيقول لي شرع هقول له غلط، يبقى شرع. لازم ابني الفعل للمجهول. شو ريعة. طيب مكتوب على وزن ها مفعول، يبقى ده اسم مفعول. طب نوعه من فعل ثلاثي. طيب تعال بقى نشوف واحدة تانية، مسؤول على وزن ها مفعول، يبقى ده اسم مفعول، نوعه من فعل ثلاثي. طب فعله ايه مسؤول؟ سأل غلط. لا، ابن سأل المجهول تبقى سئلا. اتفقنا على كده؟ ده كده من الفعل الثلاثي الصحيح. طيب افرض جه بقى يا سيدي قال لي ايه، انا عايز اسم المفعول من اي فعل ثلاثي. كتب، هاتوا كده في الماضي، ده فعل ثلاثي وماضي، يبقى ده مكتوب. طب زرع، مزروع او مزروعة لو هي ارض او مزرعة. طيب يعني لما اقول مزرعة مزروعة بالثمار، تمام. طيب افرض بقى يا سيدي عندي، يلا بقى قول سجل معايا. افرض كان الفعل اللي عندك ثلاثي، ايوه. افرض كان الفعل ثلاثي، ايوه، معتل يعني به حرف علة، به حرف علة. واحد هيقول لي حروف العلة، واو ألف ي، اهي. اعمل ايه؟ لا ركز بقى يا حبيبي، لما يكون الفعل ثلاثي ومعتل ركز كده واتقل وهدى. هنعمل ايه؟ اول خطوة وامشي بالخطوات دي، هات الفعل في المضارع، هات الفعل فين؟ في المضارع. طيب زي مثلا لما يجي يقول لك ايه، رجية، ممكن في البعض يقول لك رجا، طبعا هو عشان نبني للمجهول يبقى رجية، تمام. هات الفعل للمضارع، يلا هتقول لي يرجو، حلو قوي. الخطوة التانية اعمل ايه بقى يا مستر؟ اقلب ياء المضارعة، اقلب الياء الى ميم، بس ركز، ميم مفتوحة، ميم ايه؟ مفتوحة. هقلب الياء ديت الى ميم، يبقى مر جوه. لا تاني كده عشان مش فاهم، رجية، او لو حد قاله لك رجع هتقول له رجع، ده فعل ثلاثي في حرف علة، المفروض ابني للمجهول يبقى رجية عشان اجيب منه اسم المفعول. في الحالتين طالما ده فعل ثلاثي في حرف علة، لا اصبر بقى، ما ينفعش اجيبه على وزن مفعول كده على طول، امال هعمل ايه؟ هات المضارع، يبقى يرجو، اقلب الياء ديت، شيل الياء وحط مكانها ميم مفتوحة، مرجو. ناخد واحد تاني، حاضر، قال، او قيل، اهي قال، دي كان اصلها قال، خد بالك. طب يلا واحد هيقول للمضارع يقول. طيب هعمل ايه؟ هقلب الي الى ميم، مقول. بس كده. يبقى انت هات لي المضارع. ناخد تاني، يا سلام. هابة ده اصله، لما ابني لي المجهول يبقى هيبة. طيب يا استاذ وكيل اهو، هيبة اللي كان اصلها هابة. طيب هات المضارع منها، هات المضارع، يهيب. انا ليه جبت المضارع؟ طالما في حرف علة هو يا استاذ الالف، اليه اهو، اليه، يبقى اجيب المضارع واقلب الياء ديت لميم مفتوحة، يبقى مهيب. طب ناخد واحد تاني، صانة، استنى نكتبه بلون مختلف، صان، وقاد. طبعا ديك اصلها سينا، ها سينا اهوت. طيب هات لي المضارع من سينا، يصون. طيب اقلب الياء ديت لميم، مصون. احنا خدنا قال اهوت فوق، ناخد واحد غيره، حاضر، ماشي. طيب هدية، هات المضارع، ها يهدي. طيب هنا هو مهدي، ما 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 ما
ما ما. يبقى لو الفعل ثلاثي اخر مره هوت معتل، خد بالك ده فعل ثلاثي بس مش معتل، فجبت منه اسم المفعول على وزن مفعول مباشره. اما اذا كان الفعل ثلاثي وبيه حرف عله لازم تعمل الخطوتين دولت، هاته في المضارع وشيل اليه، حط مكانها ميم مفتوحه وليست مضمومه، الميم تاني مفتوحه. طيب ده كده اسم المفعول من الفعل الثلاثي سواء الصحيح والمعتل. طيب واحد يقول لي اسم المفعول من الفعل غير الثلاثي، انا سامع واحد هو بيقول لي اوله ميم مضمومه، ميم مضمومه بس استنى وقبل الاخر مفتوح ولا مكسور؟ لا ده لو ميم مضمومه وقبل الاخر مكسور يبقى ده اسم فاعل، لان انا بقول اسم فاعل، اسم فاعل عل عل. استرجع كده الحصه اللي خدناها بتاعت اسم الفاعل، اسم الفاعل من غير الثلاثي اوله ميم مضمومه وقبل الاخر مكسور، اما اسم المفعول من غير الثلاثي فاوله ميم مضمومه وقبل الاخر مفتوح، قبل الاخر مفتوح ولا يدل، ركز ركز ركز، على زمان او مكان. طب ما تيجي ناخد مثال، موظف، مو 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 ده الميم مضمومه ستوب، يبقى ده اسم فعل اسم مفعول. طيب فين الحرف اللي قبل الاخير؟ الظاء. تعالوا كده بالراحه، مو وظا، مو وظا، ظا ظا، يبقى قبل الاخر مفتوح، يبقى ده اسم مفعول. طيب فعله ايه؟ فعله ايه؟ ها وظف، وز وظف، لازم يكون مبني للمجهول. طيب لما ناخد واحده ثانيه، مقدس، هذا عمل مقدس اهو، مقدس، مو مو قد، مو مو الميم مضمومه. طب الحرف اللي قبل الاخير الدال، تعالى كده نشوفه، مقد د د د مفتوح اهو، يبقى انا ميم مضمومه وقبل الاخر مفتوح، يبقى ده اسم مفعول. طيب فعله ايه يا اولاد؟ فعله قدس، فعله قدس. طيب تعالى لي بقى كده، احنا قلنا اسم المفعول نوعين اتنين، بالراحه كده عشان احنا لسه هناخد تكات وهناخد وهنلعب كده اسم المفعول لعب. اسم المفعول من الفعل الثلاثي قلنا لابد ان ياتي على وزن مفعول مباشره، شرب مشروب، فهم مفهوم. طيب ده الفعل الثلاثي الصحيح، اما اذا كان الفعل ثلاثي معتل حضرتك هات المضارع، شيل الياء وحط ميم مفتوحه وشكرا، ميم مفتوحه لا مش مضمومه، الميم المضمومه مع الفعل غير الثلاثي. وخد بالك من حاجه، اسم الفاعل لغير الثلاثي الميم مضمومه بس قبل الاخر مكسور، طب ما ده الاسم المفعول من غير الثلاثي الميم مضمومه ولكن قبل الاخر مفتوح، اذا اللي يفرق بينهم هما الاثنين ان دوت قبل الاخر مكسور، اسم المفعول قبل الاخر مفتوح. طيب تمام، افرض دي اول تكه، التكة الثانية، إذا كان الفعل اللي عندك رباعي يعني أربع حروف أهو، مبدؤ بهمزة، أوله همزة اللي هي الألف دي، هعمل إيه يا مستر ياسر؟ تعمل إيه؟ هات المضارع، جبت المضارع تمام؟ و حطينا ميم هيبقى ده اسم فاعل. طب انا عندي طريقه سهله، بلاش نجيب المضارع، تعالى يا سيدي الفعل اهوت، الفعل اهو ماضي ورباعي واوله الف، وقال لي هات لي منه اسم المفعول، شيل الالف دي وحط مكانها ميم مضمومه، بس كده بس كده، ركز كده معايا، اضاء ده فعل ماضي، واحد اثنين ثلاثة أربعة، فعل ماضي أوله همزة، عايز اسم المفعول،
اسم المفعول، خد بالك اسم المفعول اهو، انا هكتب لك هنا اسم المفعول، هتقلب الالف لميم مضاء، بس كده بس. طيب ناخد واحد تاني، اعان، برضو نفس الكلام، واحد اتنين تلاتة اربعة، اوله الف هقلبها الميم معان. طيب اقال يعني عزل، واحد اتنين تلاتة اربعة واولها الف يبقى مقال. طيب الناس الحلوة بقى بتوع كده اللي هتربط، ركز صح نفسك، يلا يلا. لو قال لك انا عايز اسم الفعل من اضاء هعمل ايه؟ اضاء ده فعل غير ثلاثي، اروح راجع للمضارع. لو قال لي عايز اسم الفعل اهو حته كده تكه كده صغيره، هات المضارع يضيء، شيل الياه وحط مكانها ميم مضمومه يبقى مضيء. شفت الفرق اللي بينهم؟ هنا مو مو ضاء ضاء، ده اسم مفعول. طب هنا مو برضو مضمومة، دي دي مكسور ما قبل الاخر يبقى اسم فاعل. الله، يعني هنا لو معين مو 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 معين معين تبقى ده اسم ايه؟ اسم فاعل، بس الفعل غير ثلاثي. طب انا اسألك سؤال، افرض كانت الكلمة اللي عندك اكتبها لك كده هنا معين معين معين، انا سامع بنت بتقول لي الميم مفتوحه، ايوه طالما الميم مفتوحه اكتب ديت، طالما الميم مفتوحه اكتب، يبقى ده اسم مفعول من فعل ثلاثي معتل. تاني، طالما الميم مفتوحه انا بقول معين، خد بالك زي مرجو زي مهيب، طالما الميم مفتوحة تحط لي رجل على رجل وتقول لي ده اسم مفعول من فعل ثلاثي معتل، اللي انا بسميه مع الطلاب بتوعه اسم المفعول الرخم، بس مش رخم عليك. ليه؟ لان هنا الميم مفتوحة. طب لو كانت معين، مو مو مو، لا دي ميم مضمومة، طالما ميم مضمومة يبقى ده الفعل غير ثلاثي. طب يا ترى احنا درسنا ايه؟ درسنا اسم الفاعل واسم المفعول. طب هنا الميم مضمومة وقبل الاخر مكسور يبقى ده اسم فاعل. طب هنا الميم مضمومة وقبل الاخر مفتوح يبقى اسم مفعول. اي حد مش فاهم الجزئية ديت يبعت لي وانا اقولها له من عينيا الاتنين تاني وتالت، مع ان هي مشروحه ايه، وافصصها لك كده بامثله كثيره لو احتجت. طب يا ولاد، يبقى احنا كده قلنا اذا كان الفعل رباعي على طول اوله همزه، تمام، شيل الهمزه وحط ميم مضمومه، ده الخلاصه بتاعته. طيب امال التكه الاولانيه، لو الفعل ثلاثي معتل هات المضارع واقلب ثلاثي معتل، ها واقلب الياء الى ميم مفتوحه، ميم مفتوحه مع الثلاثي المعتل فقط، تمام كده لحد دلوقتي. طيب تعال بقى نشوف، اذا كان الفعل اللي عندك خماسي، وركز بقى في الحته دي، اذا كان الفعل خماسي، ايوه الفعل اللي عندك خماسي ماله، واوله الف واوله الف، احنا قلنا الفعل الخماسي المبدوء بالف، تمام، ألف وصل، أيوة ماله بقى الفعل الخماسي المبدوء بألف، أيوة أنت عمال تتك عليها ليه؟ بص يا سيدي وركز قوي في الحتة دي، الفعل لو خماسي تمام أوله ألف، ألف من غير همزة خد بالك. طيب هعمل إيه؟ اقلب الألف، اقلب الألف دي إلى ميم مضمومة. الله، طب ما أنت قلت لي هنا هقلب الألف الى ميم مضمومه برضه، ماشي بس دي همزه وده رباعي، طب ما هنا خماسي، بس ركز بقى في الحته دي، ركز، ويتساوى فيه حاجتين اتنين، اسم المفعول واسم الفاعل. الله، يعني اسم الفاعل يكون زي اسم المفعول. طب ما تديني مثال، زي اختاره، واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، هقلب الالف لميم يبقى مختار. طيب احتل، واحد يقول لي لا ده اربعه، اقول لك لا انطق كويس،
احتل احتل. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، اقلب الالف لميم محتل، ويبقى هنا مختار دي تنفع اسم فاعل وتنفع اسم مفعول، وزيها محتل اسم فاعل واسم مفعول. طيب ايه تاني؟ لا ده كتير بقى، ده افعال كتيرة جدا جدا جدا. طب ناخد واحد تاني، اشتاق اهي، اجتاز، الخ. طيب انا سامع الناس، طب يا عم اسم فعل واسم مفعول، طب انا كطالب اعرف ازاي الفرق اللي بينهم؟ لا لا ما تخافش، ده سهل جدا. سهل؟ اه سهل. طب اعرفه ازاي؟ بص يا سيدي، طريقه بسيطه قوي، اهوت ماليش دعوه بكلام الكتب. لو ده مثلا مختار، شوف الكلمه اللي قبلها، لو اللي قبلها ده لو هو اللي عمل الحاجه، يعني لو هو اللي اختار يبقى ده اسم فاعل. طب لو اللي قبلها ما عملش الحاجة، لو هو اللي عمل الحاجة يبقى اسم فاعل. طب لو اللي قبلها ما عملش الحاجة يبقى اسم مفعول. تاني كده ناخد مثال احسن. الله مختار انبياءه، مختار هنا، مختار، مو مختار. لا استنى، ده الفعل بتاعها اختار، اللي هو اختير يعني لما يكون مبني للمجهول. طيب ده فعل خمس حروف، تمام قوي. الخمس حروف دولت ده ممكن يكون ده اسم فعل او اسم مفعول، بسيطه قوي. اللي قبلها الله، طيب هو مين اللي اختار في الجمله ديت؟ الله هو اللي اختار. طالما الله هو اللي اختار يبقى هنا مختار دي اسم فاعل. اسم ايه؟ فاعل. طيب لما نيجي نقول ان هو الانبياء مختارون، مختارون بعناية، مختار. هم الانبياء هم اللي اختاروا نفسهم؟ لا طبعا، ده ربنا اللي اختارهم. ولا هم اللي اختاروا؟ لا طبعا مش هم اللي اختاروا. يبقى اللي قبلها هو اللي مش عمل الحاجة، ما عملش الحاجة، يبقى ده اسم مفعول. يبقى ده اسم ايه؟ مفعول. ناخد مثال تاني، اسرائيل محتلة، القدس المحتلة، محتل، مو محتل، الفعل بتاعها احتل، خمس حروف، يبقى دي اسم فعل يا اسم مفعول. امسك اللي قبلها اسرائيل، هو مين اللي احتل؟ مين اللي احتل؟ هتقول لي اسرائيل، يعني اللي قبلها هو اللي عمل الحاجه. اه هو اللي عملها، تبقى اسم فاعل. طيب تعال نشوف بقى دي يا سيدي، القدس المحتله، هي القدس احتلت نفسها؟ لا طبعا، ايه اللي انا بقوله ده؟ القدس احتلت نفسها؟ لا طبعا، يبقى ده اسم مفعول. يبقى هنا اهوت يا سيدي، دي اسم فاعل وده اسم مفعول. طيب الهدية مختارة بعناية، الهدية، الهدية مختارة بعناية. مختار، هو حضرتك الهدية هي اللي اختارت نفسها؟ يعني انت دخلت المحل جات لك الدبدوب ده وقال لك انت هتشتريني، هتشتريني غصب عنك؟ لا طبعا. يبقى هنا دوت اسم مفعول. طب لما اقول ايه؟ جنى مختارة الهدية، جنى مختارة الهدية. طب هنا مختارة ديت، هو مين اللي اختارت جنى؟ او البنت مختارة الهدية، او الطالبة مختارة الهدية، يبقى ديت هي جنى ما اختارتش، يبقى دي اسم مفعول. ده في الفعل الخماسي بس؟ اه في الفعل الخماسي بس. يبقى لو كان الفعل خماسي اوله الف، اسم الفاعل هو هو اسم المفعول. طب افرق ازاي؟ بسيطة جدا، شوف اللي قبلها عمل الحاجة يبقى اسم فاعل، ما عملهاش يبقى اسم مفعول. لحد دلوقتي كده تمام. طيب تعال نشوف حتة تانية، هناخد بقى بعد كده عمل اسم المفعول. عمل اسم المفعول يا اولاد زي اسم الفاعل، زي عمل اسم الفاعل وزي عمل صيغ المبالغه بالظبط، لا فرق
بينهما الا في حاجه بسيطه قوي 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 قوي. ايه الحاجه دي؟ انا كاتبها لك اهي. عمل اسم المفعول. يعمل اسم المفعول على طول، يعمل اسم المفعول على طول اذا كان به الف ولام. عمل اسم المفعول اهو اذا كان به الف ولام، اذا كان به الف ولام يعني يبقى في الف ولام، او يكون قبله او يجي قبله مبتدا نفي استفهام موصوف. تاني يا اولاد، وطبعا احنا قلنا بيدل على الحال والاستقبال. طيب يبقى عمل اسم المفعول يعمل مطلقا دون شرط اذا كان به الف ولام، او يصبغ بمبتدا نفي استفهام موصوف. تمام. المعمول بتاعه الاسم هو اللي بعديه. بنت بتقول لي ايه ده؟ هو هيكون الاسم اللي بعديه؟ والله هو اللي بعديه. معمول اسم الفاعل الاسم اللي بعديه. معمول صيغ المبالغه الاسم اللي بعديه. معمول اسم المفعول الاسم اللي بعديه. تمام. الذي يلي اسم المفعول اهو، ده بقى اسهل منهم. ويعرب نائب فاعل. يعرب ايه يا اولاد؟ نائب فاعل على طول. طبعا نائب الفاعل مرفوع، نائب الفاعل مرفوع. تمام. تيجي ناخد امثله، ناخد امثله. طيب يقول ايه يا سيدي؟ يعجبني ها الشاب المهذب خلقه. فين المشتق اللي هنا؟ واحد يقول لي المهذب. المو مو مو يبقى تحته في الحرف القبل الاخير. المهزة زا زا المهزة المهذب. يبقى هنا هوت اسم المفعول يا اولاد. اذا كان اسم المفعول هنا هوت اوله ميم مضمومه وقبل الاخر مفتوح، يبقى ده كده هوت اسم مفعول. طيب اسم المفعول هنا المهذب. طب سبب عمله، سبب عمله به الف ولام اهو، في الف ولام اهو. طيب تعال نشوف معموله. فين معموله؟ معموله اللي هي الكلمه اللي بعدها، اللي هي كلمه خلقه. وانت مغمض بقى المعمول بتاع اسم المفعول يعرب نائب فاعل. نعم. يبقى انا لما اجي اعرب خلقه دي تعرب ايه؟ هتقول لي تعرب نائب ها فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه. نائب فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه، بس كده بس. لان احنا قلنا اسم المفعول يعمل عمل الفعل المبني للمجهول، يعني اللي بعديه نائب فاعل. ايه ده؟ امال اللي بعد اسم الفاعل؟ لا، ده اللي بعد اسم الفاعل وصيغ المبالغه كنا بنقول يا فاعل يا مفعول، واقول لك طريقه شاطرين ومكسحين. هنا اللي بعد اسم المفعول اكتب نائب فاعل وانت مغمض. عمله، عمله هتقول لي يرفع نائب الفاعل، يرفع نائب الفاعل. طب انا هسألك سؤال، ده نائب فاعل، هل الجملة ديت فيها مفعول به؟ لا، ما فيهاش مفعول به. الجملة ما فيهاش مفعول به، يبقى هنا هو يرفع نائب الفاعل فقط. طيب ناخد مثال تاني. طيب ده كده لو هو في ألف ولام، ده في ألف ولام. طب عايزين بقى نشوف حاجة تانية. الكتاب، الكتاب مسجلة أهدافه. الكتاب مسجلة. فين الميم هنا المضمومة؟ أهي. فين الحرف القبل الأخير؟ واحد هيقول لي اللام، هقول له غلط. ليه؟ تاء التأنيث ديت والألف واللام، سجل الحتة دي. الألف واللام وتاء التأنيث والضمائر لا تحسب. يعني دي أصل الكلمة مسجل. مو مو مسجا جا جا، يبقى ميم مضمومه وقبل الاخر اهو مفتوح. تمام كده؟ ماشي يا سيدي. يبقى ده اسم مفعول اهو يا مستر. طيب من فعل غير ثلاثي. طيب سبب عمله، واحد يقول لي هو في الف ولم؟ لا. طب اذا قبله ايه بقى؟ كلمه الكتاب تعرب مبتدا، يبقى ده هنقول سبب عمله قبله مبتدا. طيب فين معموله؟
الكلمة اللي بعدها اللي هي أهدافه. أوعى تقول لي نائب فاعل، والله نائب فاعل، نائب فاعل على طول، نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، نائب فاعل ها مرفوع وعلامة رفعه الضمة. كده اسم المفعول نكون قد انتهينا منه. أمال أنت عايز إيه بقى؟ أنا الوقت هديك شوية أسئلة بقى كده عليه ونشوف واحدة واحدة. اسم المفعول احنا قلنا بيبقى على وزن مفعول او ميم مضمومه وقبل الاخر مفتوح، وفي عندي افعال بتنصب مفعولين هنشوفهم دلوقتي برضو. طيب تعالى بقى يا اولاد هنا واحده واحده نربط الثلاث مشتقات ببعضهم، ودي التكات المهمه قوي، التكات المهمه قوي قوي بقى. يلا كده ركز لي معايا واحده واحده، احنا هناخد تكات على كل الايه الدروس كلها اللي فاتت. أما أقول لك إيه؟ سين أحامي، الله أبناءنا الصالحين. فين اسم الفعل اللي هنا؟ حامي، مايس يا ولا، حامي على وزن ها فاعل، يبقى ده اسم فاعل. تمام، عايز احول اسم الفعل الى اسم مفعول اهو. حول اسم الفاعل ده، حول اسم الفاعل الى اسم مفعول. طيب حامي دوت على وزن فاعل، يعني اذا ده فعله ايه؟ ها ثلاثي. ركز كده معايا، شوف اول حاجه المشتق ده فعل ثلاثي ولا غير ثلاثي؟ طلع ثلاثي. طيب هو ايه الفعل الثلاثي منه؟ حما. تمام، طب انا عايز اسم المفعول من حمية او حمية. اسم المفعول ده فعل ايه يا مستر؟ فعل ثلاثي صحيح ولا معتل؟ لا ده معتل. ايوه لما يكون الثلاثي المعتل بعمل ايه في اسم المفعول؟ ركز واهدى، انا سامع واحد بيقول لي جيب المضارع يبقى يحمي. ايوه، وبعد ما اجيب المضارع هقلب الياء الى ميم مفتوحه يبقى امحمي. محمي، الالف دي اللي هو كان حاططها لك بتاعه الاستفهام، امحمي. حلو قوي. طب ما بعد اسم المفعول يعرب ايه؟ يعرب نائب فاعل. اكتب الحته دي، نائب الفاعل يعني، وركز فيها، الفاعل محذوف. طيب هنا ده اسم فاعل، الله دي تعرب ايه؟ هو المعمول بتاعه الله، هو مين اللي حماه؟ الله، يبقى الله دي تعرب فاعل. طيب حمى ايه الله؟ حمى الابناء مفعول به. طب انا عايز اللي بعد اسم المفعول يعرب، احنا قلنا يعرب نائب فاعل، نائب فاعل يعني الفاعل محذوف، يبقى انا هحذف لفظ الجلاله اللي هو الله واجيب المفعول به اللي هو دوت ابناءنا، يعرب نائب فاعل، بس عشان نائب الفاعل مرفوع ركز، فانا هحط الهمزه على الواو. دي الكلمة ديت ليه خليت الهمزة على الواو؟ لأن دوت نائب فاعل مرفوع. طب ليه الهمزة هنا على السطر؟ عشان ده مفعول به منصوب. خد بالك من حتة يعني الهمزات دي، دي كده لو الكلمة مرفوعة، دي كده ليه همزة على النبرة لو الكلمة مجرورة، دي كده لو الكلمة منصوبة. هنا الهمزة جت على السطر لأن دي كانت مفعول به منصوب، هنا حطيتها على واو لأن اللي بعد اسم المفعول يعرب نائب فاعل مرفوع، إذا الهمزة كتبت على واو ونائب فاعل يعني نحذف الفاعل. تمام، الصالحين دي تعرب إيه؟ اللي أنا بقولها لك، عينك المعمصة على الهوا كده، على الهوا، عينك المعمصة تبقى نعت. طب ما هنا بقول أبناءنا الصالحين، تبقى الصالحين ديت نعت، واحنا عارفين ان النعت بيتبع المنعوت، يبقى ده نعت منصوب. طب ما انا هنا لما اجي انزلها هتبقى ايه؟ الصالحين، نشوف ممكن، بس دوت نعت هيبقى ماله؟ مرفوع، يبقى انا اخليها الصالحون. أمحمي أبناؤنا الصالحون، شفت المثال حلو ازاي؟ وجميل زيك. يبقى انا تاني يا ولاد عشان احول من اسم فاعل لاسم مفعول، احذف الفاعل بتاع اسم الفاعل. المفعول به خليه نائب فاعل مرفوع، خليه نائب فاعل مرفوع.
تمام كده؟ طيب ناخد مثال تاني. أواهب أخوك ذا العلم حقه. عايزين نحول اسم الفاعل اللي هو واهب إلى اسم مفعول. احنا اتفقنا هات لي منه الفعل بتاعه وهب، طلع فعل ثلاثي. واحد يقول لي ده معتل، بس معتل الاول، احنا اتكلمنا في معتل الوسط او الاخر. تمام. طيب قبل ما نشتغل يا ولاد، مش ده اسم فاعل؟ فين معموله؟ اخوك. هو مين اللي واهب اخوك؟ يبقى اخوك دي تعرب فاعل، وخد بالك فاعل مرفوع بالواو. ليه يا مستر؟ لان دي الاسماء الخمسة. سجل كده يلا معايا: اب اخ حم فوزو، اب اخ حم فوزو، اب اخ حم فوزو. ترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء. اب اخ حم فوزو، ترفع بالواو تنصب بالالف تجر بالياء، دي الاسماء الخمسة. فاحنا هنا حطينا الواو عشان ده فاعل. طيب اخوك وهب ايه؟ وهب ذا العلم، زي يعني صاحب. طب ما هي دي تعرب مفعول به. طب ما هو مفعول به ليه حطيت عليه الف؟ لان الاسماء الخمسه اب اخ حم فوزو تنصب بالالف، عشان كده خليتها منصوبه. واللي بعد ذو او ذا او ذي يعرب مضاف اليه. ده احنا كده اشتغلنا بطريقه بسيطه قوي. بس ده انا اقول عليه مفعول به اول. لماذا؟ ليه؟ لأن وهبة دي من الأفعال التي تنصب مفعولين، من الأفعال التي تنصب مفعولين. طيب وهب إيه أخوك؟ وهب ذا العلم. وهبوا إيه؟ وهبوا حقه، يبقى ده مفعول به ثاني. طيب يلا يا ولاد، إحنا عايزين نحول اسم الفاعل دوت إلى اسم مفعول. وهب، وهاب، تبقى موهوب. هكتب موهوب أهو. تمام. ما تنساش الالف اللي هو مديها لي، اموهوب. ايوه. اللي بعد اسم المفعول، انا شايف الناس بتقول لي نائب فاعل. نائب فاعل يعني هحذف الايه؟ هحذف الفاعل. يبقى نخلي ديت نائب فاعل مرفوعه، تبقى ها زو. برافو عليك، عشان هنا هتبقى نائب فاعل مرفوع بالواو. طيب ذو العلم عادي جدا، حقه. بس طيب تعالى بقى لو جاب لي جمله زي دي وقال لي اعرب ذو، انت هتقول لي نائب فاعل. ما انت يا عميد قلت لي اللي بعد اسم المفعول نائب فاعله. قلت لك صح. طب حقه، اوعى تقول لي مفعول به اول، لا مفعول به ثاني. الله، لان ده فعل ينصب مفعولين. فلو جالك اسم مفعول اكتب ومعاه فعل ينصب او من فعل ينصب مفعولين، ايوه، يبقى المفعول به اللي عندك ده مفعول به ثاني. ليه؟ لان المفعول به الاول عرب نائب فاعل. بالبلدي كده اسم مفعول من فعل ينصب مفعولين، اللي بعديه نائب فاعل، وبعد كده مفعول به ايه؟ ثاني. اهي يا استاذ. سهله كده. طيب انا عايز من هابه، عايز منها يلا اسم فاعل، وعايز منها اسم مفعول، وعايز منها صيغه مبالغه، اللي هم التلاتة هم اللي عندي. هابة ده فعل ايه؟ هابة فعل ايه؟ ثلاثي. طب اسم الفاعل من الفعل الثلاثي بيبقى على وزن فاعل، يبقى احط له همزة، يبقى هائب. هائب اهو، هائب على وزن فاعل، يبقى ده اسم فاعل. طب عايز منه اسم مفعول. واحد يجي يقول لي موهوب، لا غلط، ميهوب برضه غلط. يا واد ركز، ده فعل ثلاثي بس في حرف عله، يا حرف العله في الوسط او في الاخر. انا لما جيت شرحت لك قلت لك اذا كان الفعل معتل خدتك على الحنين بالراحه واحده واحده. هنا حرف العله لابد ان يكون في الثاني او الثالث. طب اذا كان اسم، لو الفعل معتل الوسط او الاخر، هجيب المضارع. المضارع من هابه يبقى يهيب اهو. وبعد كده هقلب الياء ديت الى ميم مفتوحه، مهيب. طيب انا عايز صيغه المبالغه من هاب، فعل مفعال، فعول فعيل فعل. طب ما نقولها هياب، هياب تبقى على وزن
فعل. يبقى احنا كده قلنا اسم الفاعل هائب، قلنا اسم المفعول مهيب، قلنا صيغه المبالغه هياب. طيب ناخد كام تكه تاني يا اولاد؟ لما اجي نقط اقول لك سين، كل دي كلها تكات، كل دي كلها تكات. اذا كنت، اذا كنت في كل الامور معاتبا اخاك. طيب اذا كنت في كل الامور معاتبا اخاك، اسم الفعل هنا اقراه كده معاتب، مو معاتب، تب تب، يبقى ده اسم فاعل. سبب عمل اسم الفاعل هنا ايه؟ سبب عمل اسم الفاعل واعرب معموله. مستر سبب العمل انت قلت لي خمس حاجات، ان يكون في الف ولام، او يسبق بمبتدا نفي استفهام موصوف، تمام. هل معاتب فيها الف ولام؟ مبدئيا لا ما فيهاش، يبقى اكيد قبلها حاجه من الاربعه دول. ايوه. طيب كلمة الأمور مبتدأ؟ لا، ده اللي بعده كله مضاف إليه، لا إله إلا الله، اللي بعده كله مضاف إليه، طب وبعدين هنعمل إيه؟ طيب ولا في نفي، الله، ولا في استفهام، ولا في موصوف، وبعدين بقى، بس خد بالك، هنا سبب العمل أنه سبق بمبتدأ. يا مستر، أنت نسيت ولا إيه يا مستر؟ ولا أنت نمت عشان شرحت النهارده موضوعين؟ لا ما نمتش. اكتب الملحوظة دي، لو جالك قبل اسم الفاعل أو صيغة المبالغة، اكتب يا حبيبي، لو جالك قبل اسم الفاعل ان واخواتها او كان واخواتها او فعل ينصب مفعولين نكتبه، جالك لو قبل اسم الفاعل ان واخواتها كان فعل ينصب مفعولين اصلهم المبتدا والخبر، اصلهما المبتدا والخبر، هتقول لي سبب عمل اسم الفاعل، سبب العمل هنا انه سبق، سبق بمبتدا. يعني هنا يا مستر في كان، في كان. طب يبقى سبب عمل اسم الفاعل ايه؟ سبق بمبتدا. واحد يقول لي لا، طب انا عايز اعرف ليه. ليه؟ لان كان واخواتها احنا قلنا في اول حلقه انها بتدخل على الجمله الاسميه، فتدخل على الجملة الاسمية كان اصلها مبتدأ وخبر. طيب واحد يقول لي ان سهلة وكان سهلة، طب ايه الافعال اللي تنصب مفعولين اصلهم المبتدأ وخبر دي؟ ظن، ايه تاني؟ حسب، زعم، علم، خال، وجد، رأى، جعل. طيب تعال نشوف انه حسب المعلم التلميذ فاهما دروسه. اسم الفعل اللي هنا سبب فاهما. طب يلا سبب عمل اسم الفاعل، سبب عمل اسم الفاعل، هو في الف ولام؟ لا ما فيهوش الف ولام، يبقى قبليه ايه؟ ده في حسب، بس 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 حسب، حسب، يبقى ده تقول لي سبق بمبتدا. واحد يقول يا مستر فين المبتدا؟ تعالى يا حبيبي هفهمها لك دلوقتي. سبق بمبتدا ازاي؟ مش حسب ده، مين اللي حسبه؟ المعلم، يبقى المعلم دي فاعل. طب حسب ايه المعلم؟ حسب التلميذ، يبقى مفعول به اول، وحسب ايه فاهما، يبقى مفعول به ثاني. لو حضرتك شلنا الفعل دوت مع الفاعل بتاعه طبعا، هيبقى التلميذ فاهم. التلميذ تعرب ايه؟ مبتدا، وفاهم تعرب خبر. طب ما هو فاهم هوت في قبلها مبتدا. انا مش عايز اوجع قلبك بالكلام ده، لقيت حضرتك ان وكان وفعل ينصب مفعولين من الافعال اللي اصلهم مبتدا وخبر، وقال لحضرتك عمل اسم الفاعل، تقول له سبق بمبتدا. طيب ايه الفرق بين دولت؟ اخي مؤدي واجبه، اخي مؤدي واجبه، ده اسم فاعل وده اسم فاعل، الاثنين عاملين ولا في ولا الاثنين غير عاملين، ولا واحد عامل وواحد غير عامل؟ بص يا سيدي، ده مؤدي كان اخره ايه؟ الياء ديت بتاعت ياء المنقوص، حذفت ياء المنقوص هنا. طب ليه حذفت؟ لان الكلمه دي تعرب خبر. طب ياء المنقوص
تحذف في حالتين، تحذف في حالة الرفع وفي حالة الجر. ده كده محذوفة ولا يأتي بعدها مضاف إليه. طيب بالبلدي بقى كده، لو حذفنا ياء المنقوص يبقى ده اسم فاعل عامل، معنى عامل يعني اللي بعده يا فاعل يا مفعول به. تمام، هو مين اللي بيؤدي؟ أخي. يؤدي إيه واجبه وتبقى دي مفعول به. طب هنا ياء المنقوص لم تحذف، ياء المنقوص لم تحذف أهي يعني موجودة. طالما ياء المنقوص لم تحذف يبقى ده اسم فاعل غير عامل، وطالما غير عامل يبقى اللي بعده يعرب مضاف إليه، يبقى اللي بعده يعرب مضاف إليه. تمام. طيب آخر سؤال بقى هنقوله اللي هو حذف النون. المصريون مقدرون العمل، المصريون مقدروا العمل. أنا سمع ناس هي بتقول لي تحذف النون للإضافة، معنى للإضافة يعني اللي بعدها مضاف إليه. طب أنا إذن لو حذفت النون يبقى ده اسم فاعل غير عامل، عكس التانية دي. طب هنا النون موجودة يبقى ده اسم فاعل عامل، اسم فاعل ايه؟ عامل. وكذلك التنوين في الامتحان اللي هو جه الله غافر، هطلق على غافر ضمتين يبقى ده عامل. طب لو قال لك الله غافر يبقى غير عامل. واسم الفاعل لو مهنة زي الطالب، المعلم، المهندس، يبقى دوت غير عامل. سعدت بكم في هذه الحلقة، وأرجو أن تقوموا بحل جميع الأسئلة المتعلقة بهذا الدرس أو بهذه الدروس الثلاثة. وإذا وجد أي استفسار فنحن معكم، والله الموفق إلى ما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.